اليوم ذكرني زميلي علي باسل لأن مكيف جت هوية النقابة بجيبه، ذكرني قال لي اذكر المال اليابسة، اذكر اليوم الناس راح تموت عطش، اليوم عبرت من جسر تكريت ساقية تقدر تعبره ركض، كل اليوم تكالبت علينا أخوان. إذا ما نتحد ونكون إيد بإيد والله مشكلة. المهمة تلتفت الكهرباء البنزين الغاز تباوع على الشاط تباوع على الماء، وأيضا حتى أنه أنا نسيت الحقيقة اليوم أنا يعني هم مشكلة رئيسية اليوم أحث الآباء والأمهات وكل الأخوان أقول لهم أخوان دير بالكم على أبنائكم، كل ما يدخل علينا الصيف يأخذ من عندنا الشط 30-40 واحد هو ساقية، لكن أكو يعني مشاكل تصير وخاصة عندنا في مناطق بيجي والحجاج وتكريت والبطعمة، هاي المناطق إلى حد سامرة هاي كلها مقالع وكلها مشاكل وده تأخذ من عندنا ميم. جزاك الله خير. هاي الشباب يعني وين تروح؟ جو حار اليوم نشوف آني دائما أنزل أصور العوائل قاعدة من الحر، لكن انتبهوا يا أخوان يعني البارحة راح لنا شاب من البيجي وقبلها ثلاثة وقبلها واحد وقبلها محامي وقبلها يعني حتى مو يعني أساتذة يفوت يريد يسبح وينزل لأن هاي كلها مقالع. فأخوان انتبهوا على أبنائكم، والله ما ظل بينا حيل، ما ظل بينا حيل للحزن، أريد نفرح مثل هالناس حقهم هم الناس، وين يروحون الشباب؟ والله شوفهم ماخذين أكلهم وماخذين نراقين هم قاعدين يريد هواء بارد شوية، لكن ما توصل بينا أنه يوميا عزي وإن يوميا كوارث جديدة. فأتمنى من الآباء يشوفون هاي الحال حال الماء. أنا تذكرت على اليابسة